حبي صباح النور، جمعة مبارك، اللهم اغفر لنا ولك وله. اليوم ما كانش اللي فشلني قدكم ويفشل لي قوالي، اليوم كل شي تلبس ربيض بيكوب فقير، او كل شي المتاجر تبلع، نسلمو غي نهار الجمعة ونهار رمضان والماضي ننساو، حتى العشية مر الصلاة عادوا نتفكروا بينا بفقين. مهم تي خيتو كركو دايرين، كدير الاحوال، نتوما لاباس عليكم بخير. كانت واحد السيده بزاف اللي قال لك اودي عاود لنا ديك الوصفه نتاع قطع التابعه، ومزيه اللي دراتها واحد السيده تما، كان شكرك اللي كانت كتب كاع اللي عندها شي وصفه نجحت لها. ديما كنقول لكم باش نتعاونوا، واحد رانا عائله باش نتعاونوا ويتشافوا كلشي. هذه انا كنديرها كل شهر انا وبنتي، فهمتوا؟ كل شهر كنديرها، لان العين ماشي داويها غير مره ولا تبخريها مره، فهمتي؟ ديما خاصك تكوني عاصه راسك، لان هاك اليوم درتي البخور، درتي التفوسيخات وكلشي باش تكوني مزيانه وكلشي، وتحيد عليك العين تاعك. مشيتي للمدينه السيمانه الجايه ثاني كنبقاو يشوفوا فيك وجبتيها، لان احنا ما كنقولوش تبارك الله والله الله يزيدها والله الله يزيدو اللي زوينه، كاينه مسكينه اللي ما عندها حتى شحال، زوينه والله ماشي زوينه، العين كتحكم في كلش، في الزين ولا في الشين ولا في كلش، فهمتوا؟ لكن سيده هي قالت لك ابراهيم انا جربت قطعه التابعه بالخيط الاحمر والحمامه وصلحت معايا، وجربت وصفات اخرى ونجحت معايا، بارك الله فيك اخي ابراهيم. كنشكرك على هذا التعليق، والله يشافيكم، وما تغافليش ديما خاصك تعاودي لها، فهمتي؟ كل شهر تعاودي لها، اولا شهرين ولا ثلاثه باش تحيديها، لان انا كنديرها كل شهر، كنديرها انا وبنتي، فهمتوا؟ كنديرها بنتي. لكن اليوم راني جايب لك واحد الحاجه هنايا غادي تخلع، وين تيخيط وكركو داير تبالي غير من المهارس والماكينات العطريه، جيبي العطريه، جيبي البزار، جيبي الكراس القصبر، وين تيخيط خالعين الجيران وخالعيني انا. حنا الحريره غاجمع، وغير اللي لقيتها قدامك جمع وخلط اودي، وانتوما ديرها الحريره تقطنوا. بعدا نقول لك حاجه واحده، مبروك العواشر ورمضان، زعما كاع رمضان ولا الاعياد حنا ما عندناش هنا الاعياد صامت، واخا نعيدو واخا نصومو واخا نتمتع كلشي صامت. ديما كنقول لك الاعياد الدينيه كلشي في الدول العربيه ليها مذاق، تشبع غامدك الدراري في الزنقه وكيسميته، ولا في رمضان من تخرج مور الفطور، ولا من يود الفقيه، ولا كيسميته. لكن حنا عندنا هذاك الشيء صامت صامت، بحال اللي ما معيدين ما دايرين حتى شي حاجه، يعني بلاد الشرا، جري معايا نجري معاك، شي مسكين مشغول للخدمه، شي مشغول مع ولادو، شي لا عيالات ولا رجال، كلشي هنا الغربه وقلت الشيء. كاين تاني كاين اللي نقصت عليه الخدمه، وبصح اللي عندك اللي قلب يخدم، اللي ما لقاش خدمه هنايا راه الناس كيمشيو لبلجيكا فرنسا لالمان، وراه الناس تخدم لعندك، غير اللي جاي الخدمه كاين، انا ما بغاش نخدم. جاني واحد تلاقى زوفري، ما عندك لا مرا لا حتى شي حاجه، وعلى ما تهز فاليستك وعندك وراقك وتمشي لبلجيكا ولا فرنسا ولا كسميتها وتخدم، فهمت؟ كاين اللي عندك اللي بغى يخدم يخدم، وحتى هنايا كاين الخدمه في كل حد. لا ترى انت ما تلقاو انا وفورغونات قريبوني ولاد بلادي، رجال عيالات ويعنقوني وكزميته شيخو معايا، وشحال من مره يهبطوا لك البرتقال، كل حاجه يكونوا جايبينها مساكين يقول لك هاك دير البنيه دير البنيه، فهمت؟ فين ما شافوني ديك النهار انا ثلاثه ديال الفورغونات ريدوني هاك، انا قلت مين انت خاتي مشاو يخطفوني. قال لك ديما نقلبوا عليك وما نكاتوكش، ايوا هذيك هي. ريحت معاه تما وعطاوني شحال شحال صوالع وكزميته، وعطيته التليفون. النهار الاخر تلاقيت معاه ومشيت تقهويت معاه، حرش قلت له قالك هكا مباشره احسن من اليوتيوب وتيك توك، قالك في الشكل، فهمتوا؟ المهم باش ما نطول لك، واش كيسميتها السيده قالت لك نتاع الحمامه راه نفعت معايا، وانا كنديرها كل شهر، كنديرها انا وبنتي كنشريو جوج حمامات، غادي نوريكم سوق العجب، قال غادي نوريكم سوق العجب. اللي شافوا يتعجب، غادي تقول لهم مسخ شتوها الحمامه، ها هي كي دايره هاد الحمامه، كنشريوه كنلقاوهم ساكن حابسينه تما، يعني دايرينه في واحد الخوله بحال هكا في القفص، ودايرينه تما الماكلو كيسميتها كيبيعوه. لكن حنايا غادي نديرو فيها خير،
يعني غادي نطلقوها تكون صريحه. الحمامه هي اللي سلكت الرسول صلى الله عليه وسلم. تعرفي انا كنت نضل نمشي للسوق نشري الحمام الابيض، العمد كانت تقطع فيه التبعه للناس. علاش هاد الوصفه قلت لكم ديال عمتي وما كايناش حتى ولد المراه ما دايرها، كشتوها ليتهم ما كاينش الواحد اللي دارها درتها انا، فهمتوا؟ هذه كنت نضل نشري الحمام الابيض، وثاني كنت نربي الحمام الابيض، كنقول لي غبره من الهبيل، كنت نربي الحمام غير الابيض، لان كانوا يقطعوا فيه التابعه، فهمتي؟ هو كيسل، ماشي قطعوا فيه التابعه، هو غادي يديك سميتها، هو راه زوين بزاف، وهي اللي سلكت الرسول صلى الله عليه وسلم، وغادي تجيبوها بيضة، واخا تلقاو فيها نقطة ونقطة هكاك سميتها، معليش قهوية ولا سميتها معليش، ولكن إلا لقيتوها بيضة بيضة حسن. انا اللي ما لقيتش غنجيبها لكم على حسابكم. انا كنديرها كل شهر كندير جوج حمامات، كنشري وحده ليا وحده للبنت. حنايا قبل ما نديرو هذا الشيء حنايا يكون عندنا الخيط، الخيط خاصه يكون حمر، اذا كان عندك ديال النيره واخ، ما كانش عندك ديال النيره هذا ديال القطن، شفتوا هذا ديال القطن، اولا كاين ثاني كاين خيط حمر كما كان خيط حمر، واخا تقلعي غير خيط كسميته حسن، فهمتي؟ اي خيط هذا راه ديال القطن، اما هذا ديال النيره، شتوه هذا ديال النيره، احمر هذا ديال النيره، فهمتي؟ غادي نجيبو حنا خيط ونعبروه على صبع وعقده باش نعقدوه في رجل الحمامه، فهمتي؟ هكا حنا غادي نجيبوه ونجيبو هذا الخيط، غادي نجيبوه هنا ونعبرو واحد جوج سبعه، ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه، فهمتي؟ تاني كان غادي تجيبيه واحد جوج على العمق، ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، فهمتي؟ غادي تجيبي تاني كان هكا على الطول، لأن يعني شي مرة كتضربك تاني كان إلا كنتي طويلة ولا قصيرة كيما كتحصلي معاها، لأن ما كنقول واحد حتى جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، تاني كان تجيبيه واحد تاع السرة جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة وسبعة الأخيرة نشد العبر بالسرة، فهمتي؟ حنايا غادي نجيبو هذا غادي نبيتوه تحت راسنا أو لا تحت الفراش ديالك، وما دابا كتطلقيه غير في الفراش، ما ديريش تحت الفراش، فهمتي؟ تلقيت الفراش شحال ما نعستي عليه وبقيت تقلب هاد الخيط وكيسميته ويقيس الجسد ديالو كيسميته مزيان، هادي ديروها رجال وعيالات. حنا مين نديرو غادي نجيبو هاد الخيط وغادي نعقدوه في الحمام، هادي بغيتكم ديرها، أقسم لك يمين أنا ما كنحلفش ياك شتو كاع الوصفات، أقسم لك يمين أن هادي ساتران، لا أنا لا بنتي، ديما كنديرها كل شهر كنديرها، فهمتو؟ هادي غادي حنايا نكونو درنا عبرنا على حساب كيسميتها، اللي عندها خيط النيرة أصلي خاصها يكون أحمر، اللي عندها خيط النيرة خاصها يتقسم ديما باليد، فهمتو؟ خاصها ديما ما تقطعيش بالموس، فهمتي؟ اللي ما عندهاش وعندها هذا هذا تقطعي بالمقص، بصح غير خيط النيره ما عمرو يتقطع بالعدي، فهمتو؟ يتقطع باليد، فهمتو؟ واللي ما عندهاش هذا هذا ما غاديش تقدري تقطعي هكا، تقطعي بالمقص، فهمتي؟ غادي نجيبو حنا هذا الخيط وغادي ندور لكم الكاميرا وغادي نطلق هذه الحمامه، وهذه الحمامه هذا الخيط راني نبيته ودرت عليه العزائم السبعة ليا ولبنتي وكلش المتابعين ديالي رجال وعيالات، وهاد الحمامة غادي نديرو فيها خيط ونطلقوها وتمشي تعيش كسميتها، هاد الخيط هي غادي تحيدها، غادي تحيدها بالمقال، لأن غادي نديرو غير عقدة وحدة، ما خصناش نديرو جوج، إلا درنا جوج فهمتو، إلا درنا جوج ما تقدرش تحلو، فهمتو، بصح نديرو غير واحد تحلو وفين مرماتو تمشي ديك التابعة، فهمتو، وسيرتو إلا كان الريح ماشي الريح والداية، هي غادي ترميه بعيد، يعني ترمي عليك ديك التابعة، هادي راها واعرة ولا المرا مكانش لي داها، يا بسم الله يا بسم الله، غادي نشدها، هاهي وينا تبارك الله الحمامة، وغادي نجيبوها وغادي نعقدو هاد الخيط هنايا في الجهة اليمين ديالها. غادي ندور لكم الكاميرا، يا بسم الله يا بسم الله، يا ربي تبعد عليا التابعة ليا ولبنتي والمتابعين ديالي كاملين، كنبغيهم من القلب خالص، لأن هي بالمنقار ديالها كتحيد،
او لا تاني كي ديريه في الجنحه بلا ما تعكدي، تلويه من الجنحه من لهنايا ومن لهنايا، وكل ما طارت من الاحسن ديريه في الرجل، لان في الجنحه في السعي الحديد. هنا ها حنا درناه، شتي ها هو في الرجل ديالها، وهي غادي تحلو هذه ديال النيره، وهذا راني درت قريت عليه العزائم السبعه وعزمت عليه وكل شيء، وبيتو مع الاعشاب، فهمتو؟ بيتو مع الاعشاب، وتاني كين درت له لبان الدكر والزعفران، بعيت فيه وخليته ينشف، عاد درتو هذا يومين وانا نوجد في هذا الخيط، فهمتو؟ وهاهو ودرك هادي باش تحيد تابع المتابعين ديالي والمتابعات، كل شيء كل اللي بغيني كل اللي ما يبغينيش، وعلى جميع المسلمين والمسلمات، وعلى بنيتي تاني كين وانايا. ودرك غادي ندور لكم الكاميرا وغادي نطلقها وسمح لي، فهمت؟ ويسلم عليك الجمهور تاني كين كامل، وغادي تدير وغادي ندور لكم الكاميرا درك باش ديرها. ودرك ها هي، يا ربي تبعد علينا التابعة عليا وعلى جميع المتابعين والمتابعات، ونطلقوا صراحة حتى هي تعيش مسكينة لأن ديما محبوسة، فهمتوا؟ وها هي بسلامة عليكم، وندير لها بوسة وسمحين. حطتها في الدار بصح درك الطير، فهمتو؟ هيا غادي ندور لكم الكاميرا، صورة ها هي مشات مشات